بدأت صباح اليوم فترة الصمت الانتخابي لجولة الإعادة للانتخابات التكميلية للدائرة الأولى في محافظة المحرق، والذي تتوقف من خلالها جميع أعمال الدعاية الانتخابية. يأتي ذلك قبيل الموعد المحدد للاقتراع في ضوء قانون مباشرة الحقوق السياسية. ووقف الدعاية الانتخابية يشمل كافة أشكال الدعاية الانتخابية، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الهاتفية وفتح المقار الانتخابية، وكذلك لتجنب الوقوف في أي منطقة للقيام بالدعاية الانتخابية أو مخاطبة الناخبين، سواء بالقرب من لجان الاقتراع أو الفرز في أي مكان آخر، حيث يعد ذلك مخالفا للقانون، كما لا يجوز للمرشح التواجد بالمقر الانتخابي لأنه يعتبر دعاية انتخابية.